دخلنا غرفة اللاعبين بعد المباراة, واحدى الرسائل اللي احنا بنوصلها لهم على فكرة انتم لعيبة في نادي الزمالك, لا مع ممدوح عباس ولا رؤوف جاسر ولا كمال درويش ولا مرتضى منصور ولا احد, انتم لعيبة في نادي الزمالك. دي احد الرسائل. وجودنا هناك لان هتوافقني او تخالفني وجود الاستاذ مرتضى منصور وتصميمه على حضور هذه المباراة بعد الحكم له اثر سلبي. فبنحاول نضيع هذا الاثر السلبي على اللعيبه, على اللعيبه. ما هو كسبوا, بس احنا قلنا لازم نروح. اوكي, علشان لا مش قصدي علشان نزيل هذا الاثر السلبي. هتقول لي هو من حقه يحضر, من حقه يحضر طبعا. لكن هو لم يعتاد الحضور من فتره طويله, واخد بال حضرتك؟ اشمعنا الماتش ده وبعد الحكم ده كان فيها رساله تحمل بلبلة من وجهة نظرنا. فكان وجودنا لازم علشان نظبط الامور دي. فيبقى ان دخلنا جوه اوضه اللبس ووجه الاستاذ ممدوح لوما لشيكابالا هذا الموقف. كويس جدا. وقد يوقع عليه عقوبة. لكن لكن يبقى حاجة, انا كمسؤول سابق, واخد بال حضرتك, لا يصح ان انتقد لاعب عندي على صفحات الجرائد او في وسائل الاعلام. وبعدين الاستاذ مرتضى قال مع حضرتك ان ابراهيم حسن وحسن حسن وعماد المندوب كلموه, سواء هم اللي كلموه هو اللي كلمهم انا ما يهمنيش. مش مشكله, واخد بال حضرتك؟ اذا كان هناك تحريف في الخبر ما يهمنيش. لكن اذا هو على اتصال. طب ما تقول الكلام ده لمدير الكوره او المدير الفني. اذا كان عندك اي تعليق على شيكابالا قوله للمدير الفني, لكن ان تطلع وتنتقده في الاعلام لا. والاستاذ مرتضى منصور له سوابق مع جمال حمزه وغيره. هو كسر الحاجز, بيكسر الحاجز اللي بينه كرجل مسؤول له وضع وبين لعيب الكوره. بس برضه عشان نرد غيبته برضه روح بيه, يعني جمال حمزه كانت مشاكله كتير مع الزمالك, سواء في وجود المستشار مرتضى او غيره. وانا شيكابالا شرط, انا مشاكله كتير في وجود المستشار مرتضى او في عدم وجود, يعني عندهم مشاكلهم. انا لم ابرر, بس جمال دلوقتي ما شاء الله زي الفل ماشي. انا لم ابرر عمل شيكابالا, لكن برضو عمل شيكابالا رغم انه برضو مش مظبوط كان رد فعل. لان انا انسان وبشر. ويجب الا تعيرني. انا يمكن انا اقول لهو الحي ما عيروش برضو. هو الراجل قال ايه؟ قال شيكابالا هو احسن لاعب واسوأ لاعب. احسن لاعب لانه عنده امكانيات كذا وكذا وكذا, مش المدرجات. النادي في الاول كان بينام تحت المدرج وقال وده امر لا يعيبه اطلاقا وكذا, وكلنا بدانا وانا مش عارف من قريه شنشلاء ومش عارف اسمها ايه, وبدات كده يعني. هو الحقيقه وبعدين انا حتى قلت في تعليق شروف بيه, قلت لازم شيكابالا, ما هو شيكابالا النهارده 5 سنين ما عملش حاجه للزمالك. وبعدين النهارده لو انت اتصلت شيكابالا بشياكه وحتى كان ليك كلمة عتاب لطيفة ورقيقة لرمز السابق من رموز النادي, مظبوط. لكن يبقى حضرتك ان نوجه العتاب, مش هقول لوم, للمسؤول الكبير العاقل الواعي قبل ما نوجه للاعب الصغير اللي قد يكون عندوش هذه الثقافة. فبرضه يجب ان احنا نتكلم كده من حقك وجهة نظرك. طيب خليني قبل ما اسال حتى السؤال الاهم من وجهة نظري في المقابلة دي, الكورة في نادي الزمالك بتدار استاذ ممدوح عباس, حازم امام, حسام حسن, حازم امام وحسام مع ابراهيم يوسف. ابراهيم له دور. انا مش متداخل في الكوره خالص. طبعا الاستاذ ممدوح بيتابعها معاهم. انا كان تدخلي الوحيد في الكوره وقت اللاعبين التعاقدات, وكان دور محدود لفتره محدوده, اللي هو كان مسائل التعاقد مع اللعيبه, وكان الوقت ضيق جدا, واستطعنا الحمد لله ان احنا نتعاقد مع مجموعه اللعيبه جيده طبقا لرؤيه الجهاز الفني. نقصنا 2 منهم كنا ناويين نكمل, بس ما حصل ظروف وما كملناهمش, وكنا استغلنا ان احنا نكملهم. معتصم سالم ونور السيد بالظبط, كنا قريبين جدا منهم, بس حصل ظروف كده ولخبطه شويه. لكن تعاقدنا مع لعيبه طبقا لاحتياجات الجهاز الفني, لعيبه جيدين جدا في مراكز كويسه بيكملوا. انا شايف ان احنا عندنا تيم, رغم ان احنا ساعتها برضو الاعلام, وانا بقول دايما ده بسبب عدم اتصالنا بالاعلام, وده مش موجه, ما فيهوش اتهام على فكره للاستاذ عصام حسن رئيس تحرير المجله, لانه هو رئيس تحرير المجله. انا بتكلم على المنظومه اللي تحمل, يجب ان تحمل او تكون جواها مدير مركز اعلامي. فده مش مسؤوليته هو, فانا مش بلومه هو او ما بوجهوش لوم.
فعشان ما تفهمش غلط يعني، لان حد قال لي انه زعل لما قلت نفس الكلمه دي في برنامج اخر. لا وبعدين حاجه ثانيه روبير، النهارده انتوا كاداره يعني النهارده ما تيجي تمنع الاعلاميين ويخشوا نادي بتاعك دي مش بتاعه رئيس تحرير مجله ولا حتى رئيس تحرير موقع من حد. لا بيحصل احيانا مثلا تيجي تدخل كاميرا عايز تغطي ايفنت معين، لا ممنوع مثلا تدريبات معينه حتى المدير الفني بقاش مانع ولا حاجه يعني، لا النهارده ما فيش يعني المسائل برضه ما بتبقى اقرب شويه مع الاعلام. ساعات بتبقى اجراءات تنظيميه مش اكتر، لكن مش منها البعد. بس هو عايز حضرتك احنا محتاجين هذا المركز يعني بس انفتاح شويه على الاعلام اكتر. فهو فهو الامور فيمكن بسببها انا كنت بقول لك ايه في موضوع كنت اتكلم على انه يعني الموضوع مش متعلق بالاستاذ عصام الحسن وانه انه بره المسائل دي تماما، وان انت محتاج مركز اعلامي وانتوا ما عندكوش مركز اعلامي. نعم عندكم وما عندكوش قناه كمان ليه؟ انتوا عملتوا كذا مره اعلان. القناه في الحقيقه حاجة. القناه احنا خدنا فيها خطوات، بس احنا كان احد لا داعي لذكر الاسماء يعني، كان في احد الناس اللي بتعمل قنوات محترمه جدا خدنا معاه شوط و دكتور وليد. لا حد دكتور وليد كان مدي عرض وكان في ناس ثانيه، لكن احنا كان في اتجاه مع حد معين وخدنا وقت طويل استهلكناه، لكن احنا ان شاء الله بسرعه ان شاء الله تعالى ان شاء الله في نصيب وقاعدين يعني. لا اكيد. قبل ما اسالك السؤال الاخير، تحب تقول اي حاجه لك اي تعليق براحتك خالص؟ لا مفيش اي حاجه بالظبط. طيب لو قدر لو الله اعلم بكره المجلس القومي ايه التوجه؟ الله اعلم ربما يصدر قرار محل المجلس وتعيين لجنه مؤقته لمده 3 أو 4 شهور لاداره النادي لحين اتمام العمليه الانتخابيه، وهذا امر وارد جدا وربما لا يصدر الله اعلم. لو اصدر هذا القرار، هل هناك اسماء بعينها ترشحها من وجهه نظرك قبل ما اسالك اذا ده حصل هتعيد ترشيح نفسك للانتخابات الجديده او لا؟ هل هناك اسماء تراها جديره بان هي ممكن تقول اكثر من اسم على فكره، جديره باداره هذه اللجنه لمدة 3 شهور أو 4 شهور وتطمئن أنت كراجل زملكاوي محب للنادي ومحب لاستقرار هذا النادي مادام هذا الأمر هو اللي هيحصل، وتطمئن لإجراءاتها الخاصة بالانتخابات وآخره، تحب تستعرض 3 أو 4 أسماء؟ بس أنا لو ده حصل ما أنا عارف، بس أنا بأؤكد إن ده هيبقى حل يعني ضد الاستقرار، ضد استقرار النادي. أوكي أنا بقول لو لكن النادي مليان ناس كتيرة جدا. قول لي حتة الأسماء اللي أنت هقول لحضرتك في من الجيل القديم، في اللواء قابيل، في مجدي بيه شرف، في الدكتور محمد عامر رغم إن هو برضه اتحمل بعض المسؤولية في اللي حصل ده. اللي حصل ده ما زلت بقول انا ببرئه منه وبدافع عنه هو والجهه الاداريه والنيابه الاداريه، لان لا ليس هناك تزوير، وده ثابت من حضرتك من الكلام، ما فيش تزوير ولا كلام. هم قال راي هنا قال انه ما فيش، ان التوقيع بتاعه لم يوقع وانه في حد وقع مكانه. او لحضرتك الماده بالظبط بتقول ايه هنا هي؟ وحيث ان لما كان التوقيع على محضر اجتماع الجمعيه العموميه هو من الاجراءات الجوهريه قال قبل كده هو بتوقيع، وعلاوه على ما تقدم فان محضر اجتماع الجمعيه العموميه المنعقده يوم 29/5/2009 الاجتماع الثاني قد ذيل بتوقيع منسوب الى الدكتور محمد امين عامر باعتباره رئيس الاجتماع ورئيس اللجنه المؤقته المشرفه على النادي، وبسؤال المذكور اللي هو الدكتور عامر يعني من قبل اللجنه القضائيه عن توقيع على هذا المحضر افاد بانه لم يوقع مطلقا على هذا المحضر، وان التوقيع المنسوب اليه ليس توقيعه ويختلف عن توقيعه، واكد انه لم يوقع في يوم 29/5 على اي اوراق او مستندات، وحيث انه لما كان هذا مكان التوقيع على محضر اجتماع الجمعيه هما الاجراءات الجوهريه وفقا لحكم الماده 36 من اللائحه المذكوره، ومن ثم فانه يترتب على اغفال هذا الاجراء او عدم صحته بطلان ما صدر عن الجمعيه العموميه من القرارات. انا عندي كومنتس على الكلام ده وانا حكيت لك عشان تقول ما اقدرش اقولها دلوقتي. اوكي لان حضرتك ليه انا ده حكم المحكمه اللي انا قلت لك. انا كنت هقولها لان مرتضى منصور قالها. اوكي ممكن ارد على مرتضى منصور وما اردش على الحكم، ماليش دعوه بيه. ارد على مرتضى منصور هقول حاجه بس بسيطه، ان يستطيع اي رئيس نادي اذا ما كان داخل الانتخابات بالطريقه دي ان يفشل الانتخابات اللي بعده لو سقط. يعني انا داخل الانتخابات وانا رئيس نادي، فانا رئيس الجمعيه العموميه ودخلت حضرتك منافسه، هو نفسه اللي دخل منافسه انا يعني دكتور عامر يعني لا لا انا بتكلم انا بدي لك وضع بتكلم عموما يعني لو نجحت مش هعترض ولو سقطت هعترض. لا مش هعترض، مش حمدي الجمعيه العموميه بس هو الدكتور عامر مش ده. لا انا بقول لحضرتك هذا يتيح الفرصه، هذا الكلام يتيح الفرصه لاي واحد. النهارده ممدوح عباس
رئيس نادي ورايح جمعيه عموميه انتخابات، بس مش هيرشح نفسه خلاص. لا افرض هيرشح نفسه، ما رئيس جمعيه عموميه رئيس نادي، رئيس لا نادي مش رئيس لجنه الانتخابات. رئيس رئيس نادي عادي، رئيس نادي عادي اوكي وداخل الانتخابات وسقط. هيروح ببساطة شديدة مش موقع البتاع، اجروا وراه بقى وقعوا البتاع. كلام مش منطقي يعني، كلام مرتضى منصور هو اللي مش منطقي، انا ليش دعوه بكلام الحكم عنوان الحقيقة. ايوه الحكم عنوان الحقيقة بالظبط كده. فانا مش طيب قلت اسماء من الجيل اللي يعني اسماء في 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 الاستاذ يعني انا في ناس كتير ومن الجيل بقى الجديد يعني شوية اللي المفروض ياخد حقه شوية. ايوه في طارق قبيل، في طارق عامر، في علي شاكر، في اخرين، في ناس كتير عندهم. وهل حد من الثلاثه دول حك قلت ثلاث اسماء رائعه، هل حد من دول لو عرض عليه حك تعلم انه يقبل؟ ما اعرفش، ممكن طارق عامر يفكر، ممكن علي شاكر يفكر. طارق قبيل اعتقد انه خارج مصر هيبقى صعب عليه، اوكي، انما اعتقد لو كان جوه مصر كان ممكن يفكر، ممكن لكن هو مش موجود. لكن يبقى عشان برضو الناس لا تؤول الكلام، انا ضد اي حل، لان اي حل ان احنا مصممين حضرتك على المضي قدما زي ما قلت في الاول. لا. في الطعن ليس عشان الكراسي لكن علشان استقرار النادي وعلشان التهم اللي اتقالت لاعظم جمعيه عموميه في تاريخ الانديه المصريه. طيب اخيرا لو برضه لو حصل وجات لجنه وقدرت ان انت تخلي حته ترشح نفسك؟ لا ما اعتقدش، ان انا كل الحاجات دي مرهونه بينا كمجموعه. واخد بال حضرتك، لكن انا ما اعتقدش، لان ده انا حضرتك اعتبر ده مجلس مقضي عليه لانه ما يكملش، فهيبقى الموضوع صعب. طب هل لكن انا حدث في هذا الامر وقال لا لا انا بقول لحضرتك برضو انا ده تفكيري الحالي الحالي، لكن لكن كل حاجه انا ما يعني ما بقولش عشان حضرتك ما تاخدش عليا الكلام ده. أوكي. انا لم اقرر ماذا افعل، لان انا بعمل اي حاجه حضرتك في وقتها، يعني الناس بتقعد تعتبرني بقول اي كلام لكن ده بيحصل. كنا عندي النيه دخول انتخابات 2001 لما جيت وما لقيتش مجموعه نحط ايدنا في ايد بعض ونخش، وكان احتمالات نجاحي عاليه جدا، ما دخلتش. اوكي في 2007 نفس الحكايه حضرتك. انت طبعا الحاله اللي انت فيها وقتها كان عندي عروض من ناس ومنهم مرتضى منصور ان انا ادخل مع مرتضى، يعني هو رغم اختلافي معاه في حاجات كثيره جدا صافي ميزه انه واضح. يعني دي حقيقه، يعني زي ما بنذكر العيوب نذكر المزايا. فمرتضى ساعتها كان بيعرض علنا انا عايز رؤوف معايا، فانا رفضت او انتظرت. اخرين كانوا بيعرضوا، كانوا في منصب النائب في 2007، بس بيعرضوا بطريقه ما تبانش وبطريقه سريه عشان لا يقبلوا الرفض ياثر على موقف. طب هسألك سؤال صغير كده قبل ما تفتكر، لما انتوا توليتوا مجلس الاداره لو دعيتوا المستشار مرتضى ودعيتوا الدكتور كمال ودعيتوا الناس اللي هي كانت بتتنافس وقعدتوا قعده حلوه بمعنى حلوه وبداتوا تشاركوا الجميع في وجهات النظر وتفعلوه وتفعلوا ما تروه مناسبا ويبتدي كل واحد يتولى اعمال، وانا اديت مثال امبارح او اول امبارح مش متذكر، قلت النهارده بنشوف في الناس اللي هم المتطورين اكثر مننا وفي اوروبا وفي امريكا، النهارده اوباما رئيس امريكا وكلينتون بيكلف باعمال ومراته وزيره خارجيه اوباما وهي كانت السيده الاولى. الناس دي ما عندهاش عقد، ما عندهاش عقد خالص، مش بتكلم طبعا مجلس الزمالك ده، بتكلم علينا كلنا على فكره، علينا كلنا. ليه ما عندناش الثقافه دي يا رؤوف؟ الثقافه دي موجوده وكنا بنناقشها، بس الظروف ما خلتناش نعملها. بس هناك بعض الاشخاص وما تسالنيش على اسمهم. اوكي. ممكن نتعامل معاهم الكلام ده وهم كتير، وهناك بعض الاشخاص اللي ما تقدرش تعمل معاهم. زي مين ما تقدرش؟ لان هم بطبعهم فرديين في شغلهم. تفتكر طب جربت سردي جربته؟ جربنا من خلال مجالس الادارات، احنا كنا زميلنا كل الناس دول في مجالس الادارات. هم سردي بمعنى رئيس السلطه جاي جوه بلدك. حضرتك لو وافقتني في الراي فانت صديقي، واذا خالفتني في الراي فانت عدوي. لا ده مبدا مرفوض. لا كده لا ده مبدا مرفوض، ده مبدا مرفوض. بس رؤوف بجد شرفتني ونورتني، واتمنى لك بشكل شخصي حياه سعيده. ربنا يخليك. وربما المدام يعني تبقى سعيده وربما تبقى غير سعيده حسب قرار المجلس القومي بكره. اكيد. وبشكل شخصي شرفتني ونورتني. شكرا جدا. شكرا جزيلا. وارجو ان احنا ما نكونش اثقلنا. لا بالعكس، بالعكس شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا.